الله يخرب بيوتكم زي ما خربتوا بيتي وضيعتوا مستقبلي. منكم لله، منكم لله. لا 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 لا، منك لله انت. لا لا لا، سلك بعد اذنك. لا جو النسوان وتقعد تعدد في الزنزانه ما ينفعش، احنا في وسط مساجين محترمه عيب. ليه عملتوا معايا كده؟ انا اذيتكم في حاجه؟ لا ثانيه واحده، هو بيسالنا اذا كان اذيناه في حاجه ولا لا. ايوه ما احنا ما خليناهوش يسافر. ايوه ما احنا عارفين ده، احنا هنقول له كده. انا كنت عايز اروح امريكا ينبسط لوحده حواكه. انا عن نفسي ما اذيتوش في حاجه. يبقى انا ما اذيتوش في حاجه. لا اكيد ما اذيتوش في حاجه. حازم احنا قعدنا مع بعض وكان القرار واحد وصائب، احنا ما اذيناكش في حاجه، انت اللي اذيتنا لانك كنت عايز تسافر لوحدك يا وحش. طيب عملته كده ليه معايا؟ علشان ما تسافرش. وديك ما سافرتش. ودي رحنا كلنا في 60 داهيه بس مع بعض. حوس اللي وقع منك يا حياتي. لسه امريكا اللي على الارض دي ولا ايه؟ الحق بينادوا على اسمك. ما كفايه هزار يهبل انت وهو، هنخرج ازاي من المصيبه اللي احنا فيها دي؟ لا ده اهم سؤال اتسال من ساعه ما قعدت، واعتقد اللي يقدر يرد عليه العقل المدبر. لاسلكي اتفضل. ده موضوع سهل قوي. لا تتشائم. هيسالونا جوه ايه علاقتكم بالكلب؟ ايه لا وطي صوتك، صوتك الناس. لا ده هما اللي بيسالوا صوتهم عيني، ماليش دعوه يعني. احنا هنجاوب بالراحه. هنقول لهم عادي احنا كنا معدينا عادي مفيش اي حاجه، لقينا كلب في الكورنر قاعد يا عيني بيعيط. صعب علينا، جرينا عليه خدناه في حضننا. هيقولوا ان احنا سارقينه؟ يثبتوا. يسالوا الكلب. لا طب بجد بقى، السؤال التاني اللي هيبقى اصعب، العصابه اللي اتصلت وطلبت الفديه هنرد نقول ايه يا ناصح؟ سؤال اسهل بكتير من اللي فات. بدات اتشائم اكتر. عادي جدا، الست عامله مكافاه، يعني ممكن اي حد يتصل يشتغلها، مش شرط نكون احنا. ايوه بس احنا اللي اتصلنا. ايوه احنا عارفين ان احنا اللي اتصلنا، هنقول كده؟ لا لا سيبوني انا اعرف ازاي اظبطه. حواك احنا ما اتصلناش بحد. حاضر. احنا ايه؟ ما اتصلناش بحد. لما تروح النيابه نام. حازم افندم. حواك. ايوه يلا تعالى قدامي، عندكم زياره. ايه حضرتك بالنسبه لسلكي يعني ما حدش جاب سيرته. انت تقعد ساكت ما تفتحش بقك. هو انا فتحت بقي؟ إيه؟ ميرسي. غريبه قوي، يعني حازم يجي له زياره وحواكه يجي له زياره وانت لا؟ سيبك مني، انا عارف ان ابويا عمره ما هيعبرني. لكن لاسلكي مدحت انا متعود على كده بجد. اه وبعدين انا برتاح هنا اكتر من بره. ياه انا في وسط اهلي هنا كلهم حبايبي وعشره. عم ابراهيم بنتك عامله ايه؟ مازن ازيك؟ مازن في الحجز؟ ما محبوس ظلم. اه خش هسيبكم مع بعض 10 دقايق بس، مفهوم؟ بقى انت يا حازم يا دكتور يا محترم دونا عن كل الناس، تعمل كده وتسرق بني؟ انا؟ ايوه انت. هو في حد يسرق روحه؟ وبعدين هي بانت خلاص. لو قعدت احلف لك من هنا للصبح اللي انا ما عملتش حاجه مش هتصدقيني. بس وحياة اللي بيننا انا مظلوم. نعم؟ هو ايه ده اللي بيننا ان شاء الله يا متخلف؟ بيننا حاجات كتير. اللي هي ايه بقى ان شاء الله؟ كم مرة انا وانت حمينا بيني مع بعض؟ نسيتي لما خدتيني من دراعي وقلتيني ان انا هعاملك نفس المعاملة اللي بتعامليها لبيني؟ بقولك ايه يا حازم؟ انا اصلا ما كنتش عايزاكي ولا كنت عايز اشوف وشك تاني خالص. بس بصراحة بيني هي اللي ضغطت عليا،